يلا فهد شوف شوف اصحى شفت في قرار ها قبل القرار قبل القرار معليش احتم كلمتك وروح صك في الثلاجه اصك من حيلك على مسفر حيلك على مسفر زي مسفر انا اسولف بس حلو بس ايوه بس شفتي مسفر شوف سحب ايوه في قرار نزل من الاداره الموقره الان كان عندنا تصويت على الحصانه حلو اللي هو التصويت المعروف في برامج الواقع ان اعلى تصويت مادي ياخذ حصانه حصانه لكن الاداره مشكوره مميزات اخرى غير حصانه جزاهم الله خير وابو عبد الله وناصر الحربي والملاك الموقرين من باب التسهيل للشباب ويعني ادخال الجمهور في كل شيء قرروا الغاء الحصانه الماديه وان الحصانه يعني تصويت الحصانه يصبح عن طريق جوجل الجميع ليش الاخوان كان عندهم فكره ان احنا نخرج ببرنامج اكاديمي يخرج شباب ومواهب يعني نصدر ناس الى المجتمع بعيدا عن الماده إيه؟ لا نبحث عن الماده قد ما نبحث عن دفع عجله التنميه في البلد ما شاء الله انا جالس اصدر شباب يتعلمون جميع انواع الفنون والصناعات كما شفنا بمشاركه الرعاة مثل العضيب وحبرو وغيرهم يعني من الحلاوه وغيره أنا المتسابق الآن يكسب عندي ثلاث حاجات خبرة إعلامية وتطوير موهبة حلو. وصنعة يستفيد منها تجارية خبرة فنية ناهيك عن أن المتجر أصلاً اللي هو يستلمه أنه يجلس له مدى الحياة